العمر 20 سنة، تولد 91، شو بتشتغل؟ كنت أدرس بلبنان حقوق، تركت الدراسة بآخر الشهر الثاني واستقريت بالمرة، رجعت وصرت أشتغل مع والدي بتوزيع إكسسوارات خليوي. أنت كنت تشارك المظاهرات يا فراس؟ نعم، أول ما بلشت مظاهرات عنا بالمرة طلعت مظاهرة، طلعت أنا فيها، صرنا نطلع، عرفت كم شاب هيك تعرفنا عليهم، صرنا نتعرف على بعض، نقعد مع بعض، نقول إمت نتفق إمت تنطلق المظاهرة، نسقنا بين بعضنا إنه نحن الشباب، كل ما طلعت المظاهرة نتفق وين بدنا نلتقى، كيف بدنا نطلع، مين بده يهتف، كنا نحن أكثر من واحد نهتف، أنا من بيناتهم كنت أهتف. كيف تحولتوا للعمل المسلح؟ كنا نجتمع يعني نطلع مظاهرات، بعدين يعني في شباب قالوا لنا يعني لازم نكون انتم دائما مسلحين. كيف خططتوا لعملية اغتيال الصيدلاني سمير القنطري؟ كنا قاعدين انا ويوسف السعيد وعبد القادر ابو حجر، عند يوسف السعيد محل عنده صالون حلاقة، كنا قاعدين وعم نحكي انه كيف انه اول شيء كنا نحن عم نخطط لخطف سمير، لخطفه، انه شلون بدنا نخطفه، وعم نحكي انه بدنا نخطفه، شو رايكم انه ضرب، فاتفقنا انه نجيب يحيى معنا كونه هو بيجيب لنا سلاح، و يحيى بكير. يحيى باكير، فحكينا مع يحيى، وبعد فترة برمضان 3 أو 4 رمضان استأجرنا السيارة، شنو؟ سيارة كيا ريو لونها فضة. اجى عدى عندي الصبح الساعة تقريبا 10، يوسف اجى لعندي الميتور اخذني ورحنا، رحنا على الطريق، عدينا لعند يحيى اخذنا كمان ورحنا باتجاه، كانت السيارة بتواجد عبد القادر. عبد القادر مين؟ عبد القادر ابو حجر بتواجد عند السيارة. السيارة كانت كان متواجدين بالمقبرة، مساحة المقبرة كانوا متواجدين، هو السيارة كان فاكك اللوحات. وقفنا أنا ويوسف ويحيى وعبد القادر، أخذ يحيى الميتور وراح يجيب الأسلحة، غاب شي نص ساعة وإجا. من وين جاب الأسلحة؟ ما بعرف من وين جاب الأسلحة، بس غاب نص ساعة ورجع جايب الأسلحة. شو كانت؟ بومباكشن مسدسين. طلعنا بالسيارة، غيرنا ثيابنا، طلعنا بالسيارة، فتلنا الاستراد الطريق العام، لفينا هيك لا عند صيدليته، صيدليته بتصير مقابل المشفى الوطني بالمعرة، صفينا قبل الصيدلية بشغلة 10 متر، نزلنا، نزل أول شي يحيى وعبد القادر، فاتوا على قلب الصيدلية، فت أنا وراهم. كان في عنده شخصين ما بعرف إذا شغالي أو ناس عم يشتروا أدوية، طلعت أنا لبرا وقفت قلت لهم ما حد يتحرك منكم، أو طراطير حلفاويات بقولوا لهم في بقى من السلاح هذول. شاركت بالهجوم على محافظة أمن الدولة؟ شاركت بالهجوم على أمن الدولة، ما كان عندي سلاح، أخذت من يحيى باكير مسدس سربطار، نزلوا للأمار العشائر من الضيع الشرقي وجوا الضيع الغربي، وصار اشتباك في منيحة من الدولة. سقط شهداء؟ في شهداء سقط طبعا. شفتهم؟ شفت انا 2. كيف خططتوا لاغتيال الشهيد سمير قناطري؟ كنا باقي عندي في المحل صانع، انا وفراس منديل ويحيى شيخ باكير وقدور ابو حجر. قدور ابو حجر؟ قدور عبد القادر بقول له سيدي، بس ملقب قدور ابو حجر، باقي عندي في المحل، وعم نحكي على انه واحد عميل وواحد كذا وواحد كذا، قلنا له بدنا نقوم نخطف للدكتور سمير القناطري لانه عميل، نخطف لانه عميل له للدوله، واخذوا الفكره يعني عجبتهم الفكره، ونزلنا لعند شخص بيقولوا ماهر سرابي او شحوت ملقب، قلنا له القصه 1 2 3 بدنا نختار وكذا، قال الفكره كويسه، قلنا له بدنا سياره وجلابيات وشماخ، قال انا جاهز. رحت انا عند فراس مندي، فراس من يجي اعطاني شهادته لانه انا ما معي شهاده والهوي تاعته، اعطاني مبلغ 5000 ليره سوري، ونزلت عند ماهر ابو شحوت قلنا له هاي المبلغ وهاي الشهاده والهوي، جابنا سياره كيا ريو وفنطي ومع الشماخات، جاب حطها قدام المحل، ويحيى اخذ من الميتور وراح عند مين جاب سلاح،
يحيى بكير. يحيى شيخ بكير. مسدسين وبنبوكشين بكيس خيش جابون اجانا عنا. من جابون؟ ما العلم من جابون ما بعرف. ركبنا سيارة وطلعنا، انا كنت طبعا على السوق وهني راكبين في راس حدي واثنين من ورا. طلعنا صفيت انا بعد صار شيء ما يقارب 5 6 امتار، نزلوا هني عملوا عملية على ما يخطفوه، كانوا قتلوا سيدي. طلعوا معي وطلعنا، انا ما فرقت من الناس، نزلت يحيى بكير وسلاح واتجهت منيح مصطفى الزراعة، نزلت في راس منديل اتجهت بعدين على المقبرة، اعطيت السيارة لابو شحود وش ما اخذ الجلابيات ورجع لي 4000. بعد ما راح ورجع رجع لي 4000. انت بتعرفه للدكتور سمير؟ ايه اجى عندي مرة على البيت قبل العملية ب10 ايام 15 يوم، اجى عندي انه كل واحد يروح بيبصم، وطلع سيادة الرئيس قرار انه كل واحد يبصم يطلع بروح اسمه. رحت لعنده انا قلت له هيك هيك، قال ما في مشكلة. كان عندي اخوات اثنين موقفين بسرعة الأمن طبعا، راحوا لعنده قام وقفهم قبل 4 5 أيام. رحنا لعنده قلنا القصة، 1 2 3 هي قصتنا، قال ما في مشكلة. زلمة إجا برا عنا بيجي تقريبا ساعة في البيت، وقال أنا نهار الخميس طالعة، بالفعل نهار الخميس طالعة. يعني ساعدكم؟ ساعدنا نعم، ساعدنا إلي ولغيري سيدي. وأنتم خططتوا لاغتياله؟ نعم. يحيى الشيخ باكير مقيم معرض النعمان، مواليد 80، عملي قصاب، بشتغل قصاب، تعلم الثالث للرابع ابتدائي. يوم عملية اللي صارت مشان القناطري، بعد ما صار الاتفاق انا واحمد، شافني يوسف بالسوق، يوسف مين؟ يوسف السعيد، حكى بالموضوع انه بده يروح يقتله وهيك، بس مع معهم سلاح، وانا رح جبت لهم فرد واوتوماتيك. منين جبتهم؟ جبتهم من احمد الغازي. رحنا وغيرنا ثيابنا بالمقبرة ورحنا على الصيدلية، كان تقريبا الساعة بحدود الوحدة الدين، يعني ماني متذكر بالساعة مزبوط. فتت أنا وفراس وشو اسمه بقول عبد أبو حجر وأوصنا عليه. مين اللي أوصل عليه؟ أنا واحد وفراس اثنين وأبو حجر ثلاثة. مين اللي أوصل عليه بوشه؟ مين اللي أطلق عليه بوشه؟ اطلع انا ضربت عليه بوجهي. طلعنا من التربيه لبسنا جلابيات شماخات وطلعنا من التربيه، صفينا السياره قبل الصيدليه بعشان طار. نزلت انا ويحيى على الصيدليه، اتعالج هو الصيدلي شو كان في اثنين جوا، طالع عن فراس لبرا، اتعالج هو الصيدلي شوي على انت مخبر انت كذا انت كذا، قوس رصاصتين وانا قوست رصاصتين، وفات فراس كمان قوس رصاصتين، وطلعنا من الصيدليه رجعنا نزلنا يحيى. على حدا شافكم لما طلعتوا من الصيدليه؟ لا ما حدا تعرف عليكم؟ لا، بس طلعنا من الصيدليه رحنا نزلنا يحيى على طريق ترمنس، ورحنا على المحل اللي عند يوسف، بركنا بالمحل، ركبنا النمر. بتعمل شل حركه بالبلد يعني، فكان يجتمع بالشباب الشيخ معروف بالحراك اسمه الشيخ وجيه القداح، اللي هو مثل ما تقول هو كقيادة الكبرى في مدينة الحراك يعني، وهو المسؤول عن الخطاب الديني والخطاب التحريضي، والموجه للشباب والموجه للفئة اللي هي بعدها يعني صغيرة بالعمر. وفي يعني من ضمن هالخيام كان ينوجد في شباب لبنانية، كانوا يجوا من لبنان شباب هيك شخصيات يعني، كنا نميزهم من خلال اللهجة تبعهم من لبنان. شو كان الهدف؟ كانوا يقولون انه لازم المظاهرات ما توقف، اذا وقفت المظاهرات انتم راح توقفوا من على وجه الحياة اصلا، أشكي. فلازم ما توقف باي طريقة يعني، ان كان ناحية مادية المادة موجودة، ان كان ناحية يعني اطلاق نار كذا يعني، لابد انه اي وسيله كله مشروع. الشيخ وجيه كان يشوفني يعني ويميزني انه والله انت ما شاء الله لك وجود ولك تواجد كويس ومثابر وكذا، فلازم اتعرف يصير معرفه وكذا، وهيك تعرف علي وكذا، هيك طلب مني مره من المرات انه يجي لعندي على البيت زياره او شيء، فأنا لبيت له هالشي من حسن نية يعني، وأجل عندي على البيت مرة من المرات وقال لي أني زلمة مطلوب وكذا وهيك، وخايف على حالي يعني أنه جنسية. هل هناك من أعمال أخرى
طلبة منك الشيخ؟ نعم، في أعمال أخرى يعني أعمال تخريب، أنه في أهداف كسرناها من على الجناب كلها. الأعمال الإجرامية قمنا بقتل 2 من عناصر الجيش على الدراجة النارية، أنا والشيخ وجيه ومحمد فيصل القداح وفراس الإمام، قتلناهم بالروسيات وشلفناهم وراء حاجز ترابي أو شيء، ولذنا بالفرار بين الكروم. في أعمال إجرامية ضد مدنيين نعم تمت يعني من خلال مراقبة وإدارة وإشراف من الشيخ وجيه القداح وتبرعات وكذا من خلال السيد محمد حسين قومان أبو الصدامي، معروف هو على مستوى الحراك، كان في قتل 3 شباب من بيت واحد. كانت الفكرة من قتلها 3 شباب من بيت واحد هو يعني إحداث ضجة إعلامية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، حتى يعني توصل صداع للشعوب الثانية، والشعوب تكون بعملية إنه ضغط على الحكومات تبعها مشان يعني الضغط على النظام في سوريا. تمت هالعملية هاي في مبنى يعني منشأ جديد يعني بعده مش كامل يعني على الطريق العام، خلف مبنى درج هيك يعني مبين انه لايف يعني مش مكشوف على الناس. قمنا بهالعملية يعني من خلال ترتيبات مع الشيخ وجيه، انا والشيخ وجيه قداح وفراس الامام وابو سامي الحراكي، وتم اعطائي على العملية هاي 5000 ليرة، انه كانت العملية هاي تمت يعني بنجاح مطلق، لانه اتهم فيها هاي العملية القوى الامنية. قمنا بضرب الشباب لما مرق من هون، عملنا انه اجا امن وكذا وهيك واسترعبناه وكذا بحيث انه يفوتوا على المبنى المذكور، فمن الرعب ومن كذا هيك الشباب فاتوا على المبنى هاي وضربناهم بالعصي بالهاي، وصار في عندهم نوع من الغيبوبة. فالشيخ وجيه كبر 3 تكبيرات وأطلق النار عليهم مباشرة، وإحنا هون لذنا بالفرار وفلينا. الأعمال التخريبية اللي كنا نقوم فيها كانوا معروفين في فراس الإمام، في محمد فيصل القداح، في جمال الإمام. وبالإحراك على فكرة نوجد عندنا بحدود 700 مسلح، 700 مسلح هذول أغلبهم يعني عمال عاديين، فجأة منين جتهم الأسلحة اللي وصل حق البارودة يمكن 100,000، وفجأة هالعمال صار معها روسيات. لما ظهر الخبر على القنوات الإعلامية الخارجية شو كان مضمون الخبر؟ كان مضمون الخبر أنه القوى الأمنية تقوم بمداهمة الإحراك وتقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة. هذا الشيء يعني أعطى صدى بين الناس، إنه خصوصاً إنه ليش 3 شباب من عائلة واحدة؟ أصبح الأمن صار في عنده عداوات بينه وبين الناس، يعني مش الشغلة تعدت إنه على أصبح لما أنت من 3 أشخاص من عائلة واحدة أصبح صفوت بين الأمن وبين الشعب في عداوات شخصية، أشلون؟ فهاي كانت تستغل إعلامياً كمان يعني. في أحد المرات تم عرض عليك أموال أو لحدا أنت بتعرفه من خلال تزييف هاي الحقائق نشرها بالإعلام الخارجي بشكل كاذب؟ والله كمعرفة كالمسؤولين بالتنسيقيات اللي بالحراك كانوا يعني مفرغين كليا، ما بيشتغل أي واحد أي شغل، مفرغين كليا للتسويق الإعلامي بحيث أنه يعطي يعني كل مرة صدى إعلامي شكل، يعني مش دائما انه لازم يكون نفس الشيء المطلوب، لازم يكون كل مره يعطي ضجه اعلاميه اكبر، يعطي ضجه للناس للحكومات بحيث انه يوصل هالشيء صدى يعني للحكومات الاوروبيه والحكومات وحقوق الانسان الكبيره يعني في مجلس الامن وكذا، يعني ما كان محصور انه والله انه هالاخبار هاي او الشغلات انه بس بحيث انه يقتنع فيها الشعب الموجود داخل سوريا، بحيث انه الحكومات يعني كان التركيز انه لابد على الحكومات وعلى الشعوب اللي برا وعلى الشعوب بالدول الاوروبيه وعلى مجلس الامن، هالاخبار هاي كانت تعطي صدى. كان في حوادث مماثله لهي الحادثه اللي صارت